من ناحية المسخ، مسخ مسخ بيان سور او نيفو كابلات نحكي معناتها لي بوبيل اتوري اترافير اي نون بارلون بلو با بالمونتاليتي الوسخ تاع المونتاليتي تاع العباد. اي تونس مسخ علاش؟ خاطر البلدية مش قاعدة تقوم بواجبها، ديما داخلين كانوا يخلصوا في 200,000 ولا يخلصوا في 700 وداخلين في الجريف ولا الواحد يقف قدام عارف ويقول له ديجاج وكذا حكاية. مسخة بالطبع هاك تراها قدام هكذا، مال في الشارع برقيبة هكا هو مال تراها الشارع برقيبة هكا هو، المواطن مش مقصر في النظافة. وعوان البلدي زاد مش كاين مش قايمين بواجب. تونس مسخه على الاخر، انا مش مسخه بالكدايه زاد. علاش؟ خاطر الناس مسختها. شكون مسخها؟ العباد مسختها. العباد هذيك عقليه، هذيك مونتاليتيه، العباد هكاك بطبيعتها تحب تطيش، تاكل حاجه تطيشها راك تشوف خويا. علاش هذيك؟ انا ما نصورش كانت تنحى في نهار وانا ولا في ليله ونهار، خاطر عقليه زي ما تبدل كلها بطبيعتها هذيك. فما برشا وسخ، وفي كل بلاصه وين تمشي تلقى وسخ، معروفه الحكايه هذيا في تونس الكل، فما بلايص هي فمش منها. مو قبل الحكايه هذيا، مش قبل الثوره ولا بعد الثوره، فمش منها لو هذيك معناها. وكان كل مره قريب، وكل مره فمش خدمه، وكل مره واحد هذاك عليه خويا البلاد مسخه. مسخه على الاخر خاطر بلديات ما تخدمش، ولا خاطر احنا معناها العقليه نتاعنا نطيش ونجي، تبدا تاكل معناها نطيش ونجي وكسيتي ده. كل يوم معناها قريب، كل ديما مقرفين، ديما يطالبوا، ديما الوسخ هذايا كله كيما تشوفوا الوسخ. ما كيما عشت انا وحده من الناس، اعوذ بالله من كلمه الناس، 7 سنين في نيويورك، في تنبق قلبها وحده مشوار غلطت مشوار وصاحبتها يضحكوا تعمل هكا، قال لها البوليس كلمها ستوبي، قال طاح اللي طاح لك، هزته طلبت منه السماح. يا ولدي شنو نقول لك؟ سمح لي طلبته مش نورمال. المسخ خاطر البلديه مش قاعده تقوم بالمهمه نتاعها، فهمت؟ كانت البلديه قبل تقوم بالمهمه نتاعها، معناتها تنظف الدنيا كلها، فهمت؟ شوارع تلقى نظام، كيسات كلها، فهمت؟ تونس مسخه تو سامبلومون. ابسط حاجه معناها عبد كي ياكل حاجه يطيش الكارت نتاعها في الشارع. دونك اي فوالا، فما دونك المونتاليتي لازمها تتبدل بيان سور باش نرتقيو بلادنا. دونك اهم حاجه يلزمنا نبدلوا المونتاليتي، خاطر ابسط حاجه واحد يحقرها وهي من بعد ديك. اون بلوس كو سا يلزمنا نحترموا الاعوان نتاع النظافه. امور معناها وسخ كي وسخ معناها ياسر بارابور قبل ياسر ياسر. علاش؟ تدخل امور بلديات معناها تصور هكا انا في امور بلديه معناها. ما شارع مسخه فما شارع ذكي، والله شويه من العباد شويه من الخدمه نتاع البلديه. فما عباد معناها نورمالمون ما ترميش الوسخ في القاعه، نورمالمون تحط لي بوبي، وفما ممكن خدمه نتاع البلديه ماهيش تخدم في خدمتها. تونس كبلاد مسخه تسمى، على قبل تسمى قبل كنا نعيشوا برشا نظافه، توا ثم تحسن ان شاء الله. معناها حسب ما نشوف الوزيره جديده، معناها وزيره السياحه عملت حكايه مع الوزير باش ينظفوا البلاد، نظفوا شويه نظفوا كياسات، اون بليس ترجع لنا التوريزم فيها الحكايه، وان شاء الله بلادنا تتقدم وتولي ما خير. صحيح تونس المسخه، وهذا كله يعود لي مونتاليتي نتاع العباد. معناها كي يجي كل واحد متحضر ويعرف شنو يعمل، ومعناها ميم بابيي كي يبدا في يدك كي تحطه في البوبيل سي ميو، معناها وواحد مع واحد معناها ما خليوش هكا العمال النظافه. زيد لازمنا معناها نرتقيو بعقليتنا شويه، معناها بلادنا منها ما هي الا بلادنا بيا، ولازمنا نحافظوا عليها. تونس المسخ علاه؟ مخاخ العباد. اي العباد مسخين في مخاخهم، دونك بلادنا باش تلقاهم مسخه وكياساتنا باش تلقاهم مسخين اوتوماتيك الحكايه. بون في الحقيقه تونس مش مسخه، ما فيهاش وسخ، سوف كل وسخ اللي نشوفوا فيه كل شيء راهو هذاك جاي من اسباب واحده اخرى. لو العباد نظاف، البلاد نظيفه، الحكومه نظيفه، كل شيء نظيف، الوسخ اللي نشوفوا فيه هذاك كل راهي تعمل فيه اطراف خارجيه، وهي مؤامره خارجيه على البلاد، شارك فيها السي اي اي، الموساد، وبالتعاون مع الماسونيه العالميه الامميه. وذوما عباد قاعدين يلوثوا في صوره البلاد وما يحبوناش نتقدموا. وانا كمواطن تونسي شفتهم قداش من مره يهبطوا بلا باتش نتاعهم في الحوم، يبداو يحطوا في الزبله قدام الديار، راهي البلديه تنظف، راهي تنظف، والعباد نظاف، إذا مخك يقف نظاف، كملوها نظاف. انا مره جارنا، ريتو جارنا؟ منين تعرفوش انت؟
انتو جارنا ذاك جارنا ذاك والله بالبابيي اسمه هو لانجيت انتو لانجيت يمسح في القاع من المنظف احنا. اما مره في الليل ساهر في اباتشي وقفت في الحومه حطت الزبله وهربوا يجريوا. راهو ذا مؤامره على البلاد وحبوا يمسخون البلاد وراهو شعب نظيف والمشكله الكل كل 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 من الاطراف الخارجيه الاصابع. فما اصابع قاعد تلعب الداخل داخل وين تلعب؟ تلعب الداخل فما هي ما هي البلاد ايه البلاد هكايا فما اصابع قاعد تلعب فيها حطوا في الزبله حطوا في الزبله كمان حطونا حاجه اما ربي يسترنا وكها. يلا نشكركم وبونجور ليك عايش يا عامل النظافة يا أنظف العمال يا عامل النظافة يا أنظف العمال.